طيب معك، هاي سجل إن شاء الله ما نخبص فيها لأنه محاضرة المساء هاي يعني، بس إذا شفت فيها شيء باحث. طيب هسه فعليا كبايب لاين، بس دقيقة أنا يعني بدي أعمل فيجر، أعمل سيرش فيج 4. مشكلة كتاب الهارد كوبي مش تركته بالمكتبة اللي كان سهلني. طيب اي اوكي هاي هسه فعليا انه هاي هي عباره عن سمبل داتا بث، اوكي انا متذكرها يعني. يس هسه فعليا انه انا بدي اعرف انه انا كيف ممكن اطلع التايم. فعليا في ممكن يكون عندي سمبل هيك بدون بايب لاين ماشي، فراح اخذ كريتيكال باث اللي هي لونجست باث، او انه انا عندي ستيج باي ستيج فيتش ديكود اكسكيوت ميموري رايت باك، وبناخذ الاكبر ماشي مثلا. فهاي المبدا اذا كان عندي بايب لايند ولا نون بايب لايند. اذا كان نون بايب لايند فباخذ الكريتيكال باث، كلهم وذكر بدي يمشي فيهم، لا الاطول حسب بدي ممكن يمشي تكون فيهم كلهم في حاله يس النون بايب لاين. ما يس في بايب لاين بدي يمشي فيهم كلهم الخمس ستيجز. الخمس ستيج حسب الباث. اذا كان بايب لاين بشوف اي ستيج اكبر الاطول واحدة تاخذها يس مظبوط. ماشي. فانت كان بس انه هاي التوضيح مشان نعرف الرسمه. هسه سؤال يس 14. طيب احنا كان على الكوست والبرفورمانس. اوكي اول شيء 4 7 ماشي. يس الاربعه سبعه احكي لك انه هاي الرسمه. latencies اوكي هسه هون في عندي كومبوننت انستراكشن ميموري وداتا ميموري ماشي، نعرفهم شو هم، والريجستر فايند والمالتيبلكسر والاي ال يو والادر والسنجل لانه جيت زي الاد او الاور، والريجستر ريد ريجستر سيت اب ساين اكستنت كنترول، معطيني التايم لهم اوكي. يس وحكي لي اول شيء ريجستر ريد شو هي. الريجستر ريد it is the time needed after the rising edge for the new register to appear on the output. يعني rising edge بتجي الكلوك سايكل، بمجرد ما اجت الكلوك سايكل بمجرد ما اجت الكلوك سايكل كومنت يس بمجرد ما اجت الكلوك سايكل الفاليو بتوقتها تطلع معي. ففعليا ما بتكون immediately يعني دقيقة بس اوكي. معناتها انا عندي لو فرضنا هيك الكلوك معي، فبمجرد ما اجت الكلوك مثلا الريجستر مثلا اذا كانت القيمة زيرو ما راح تطلع هيك مباشرة، هذا الريجستر يعني في تايم خلينا نحكي الفاليو بتطلع هون، فهذا التايم هو الديلي اوكي. This value applied to program counter. حكي لي انها وين تستخدم. program counter معناته اذا بدي اقرا البروجرام كاونتر هاي اول شغله، معناته هاي دائما موجوده. السيت اب تايم، السيت اب تايم شو تعريفها؟ السيت اب تايم از ذا اماونت اوف تايم اوف ريجستر داتا انبوت ماست بي ستيبل بيفور ذا رايزنج ايدج اوف ذا كلوك، انه قبل ما تيجي الكلوك الفاليو خلينا نحكي بتكون ستيبل بعدين بتيجي الكلوك. فهاي كلوك، فالفتره بين هاي وهاي هي السيت اب تايم. بتذكر بالديجيتال كنا نشرحها اللي هي السيت اب تايم والهولد اوكي، يعني لازم الداتا تكون ستيبل فتره زمنيه قبل ما الكلوك تيجي اوكي. فهاي must be stable before the rising edge. This value apply to both لمين؟ It is applicable to both program counter and register file. اوكي طيب what is the latency of r instruction type. وثانية تشوف شو المستخدم ما بينهم وتجمعهم واللود بالنسبة للتايم. والثالثة للستور ماشي yes. طيب هسه بدنا نروح على الار تايب. هسه في رسمة بالكتاب انا مش متذكر اياها للاسف، انا الكتاب تركته بس لو معي هارد كوبي كان ظليت فاتحه. طيب داتا باث للار تايب ما بعرف حدا، ما اتوقعش حدا عامل له برينت اوت الكتاب صح؟ مستحيل لانه كبير. انا لا انا عملته برينت اوت بس اليوم تركته والله بالمكتب، بس مش مشكله لانه مش مشكله واضحه هي ترى يعني لا ما هو انا بدي بس بس توضحها على الرسمه هسه اذا جبت لك اياها بالامتحان بعطيك الرسمه
الرسمة تكون معطية بالسؤال. دقيقة. أي. أنا بدي إياها، لا بدي إياها نروح أنا وياكم عليها مشان نشوف ال ال. يلا. أنا ما فيش مشكلة لو ضيعنا وقت، لأنه عادي عادي ما في مشكلة. اوكي داتا باث هاي برانش قبليها، هاي للود. اوكي هاي نتذكرهم. هاي للود. اي ثينك ذيس از فور ار تايب. ار تايب يس. طيب ما نتبعها، ايش راح اعمل؟ اول شيء راح نقرا راح نقرا البروجرام كاونتر، صح؟ صحيح. نعم. بعدين مثلا add register 1 register 2 register 3، مثلا اجمع register 2 مع 3 حطهم register 1، راح يروح يقرا من instruction memory. بعدين راح يلاقي عندي ثلاثه registers راح يقراهم، يقرا register 1 مع register 2، صح؟ اللي هو الفايل. الفايل هسه الداتا راح تيجي هون، وهاي راح تيجي هون، بس راح تمر من الماكس مالتيبلكسر، راح تيجي على الاي ال يو. نعم. الناتج راح يرجع على المالتيبلكسر. ايوه راح يرجع على المالتيبلكسر ويعمل السيت اب. اي سيت اب. طيب بس. مبدئيا طب بين وبين شو طلع اول شيء؟ راح على البروجرام كاونتر، صح؟ بعدين انستركشن ميموري، بعدين ريجستر فايل، بعدين بعدين ماكس، بعدين اي ال يو، بعدين مالتيبلكسر ماكس، بعدين سيت اب. راح كتب على الريجستر، صح؟ يعني مبدئيا يعني كمل كومبوننت 1 2 3 4 5 6 7، ان شاء الله ما نكون خربطنا 7. لا هن 7 انا كاتبين عندي، مضبوط 7. طيب هسه اللي احنا خلينا نروح على 7، سوري على سؤال 7. هسه لو اجيت انا مش متاكد منهم، بس سوري هي هذا اللي هو المانيوال. بس بدي انا مشان 1 2 3 4 5 6 7 وضحت شو هم؟ طيب صحيح. شو هم؟ احنا عديناهم 7 7، بس انا بدي شوي مش واضح الفكره. شباب التحميل موجودين، شباب، بس في شغله واحده، احنا شابكين 25 مش زي محاضره، انه جايين تستفيدوا، حاب اسمع اي صوت حدا منكم، ماشي؟ فواضحه الامور؟ واضح السؤال هذا؟ واضحه دكتور. وهذا السؤال يعني خليني بالعربي مهم، يعني شكرا لك على السؤال، اوكي؟ طيب هسه بدنا نشوفهم. طيب والله خلينا نروح، اوكي، شو القيم؟ الريجستر ريد 30، وال شو اسمه الميموري الانستركشن والداتا ميموري 250، طب خلينا نكتبهم بس. اللي هم 30 250 150 بعدين 25 225 20. طب بدي ارجع السؤال. اوكي بس احفظوا لي هون اي سلايد. 202 5 8 اوكي، هاي السلايد لاني بدي اروح هسه كمان شوي ارجع للبعديه، بدي ارجع للسؤال ال اوكي. اول شيء قلنا بدي اروح على البروجرام كاونتر، صح؟ نعم. البروجرام كاونتر اللي هي ريجستر ريد ولا لا؟ مزبوط. ريجستر ريد هذه هي. قديش اخذ دقيقة والله؟ 30. 30 بروجرام كاونتر 30. بعدين انستركشن ميموري اللي هي 250. بعدين ريجستر فايل 150. نعم. بعدين مالتيبلكسر 25. بعدين اليو 200. بعدين مالتيبلكسر مره ثانيه. بعدين مالتيبلكسر مره ثانيه. بعدين السيت اب اللي هي البايت الاخير اللي هي سيت اب، صح؟ هم صح؟ مضبوط. اوكي هي هي سؤالي لل 25 شخص، حدا مش فاهم كيف حلينا؟ طيب من نروح على النوع الثاني اللي هو لود، ماشي؟ بدي اروح على لود، بس انا مشكلة اني بضل مشان ما اخربط. طب خليكم معي، بدي اروح على سلايد كان 285.
هي نفسها بس بده يرد لا بدنا يقرا نتبع الرسمة الانستراكشن. يعني. بس انا بدي اشوف الرسمة. هي نفس الار تايب بس انه بده يكتب على الداتا يس، ميموري، هي لانه راح يكون لودينج اطول يعني، خلينا نحكي. للداتا. هي بس one component more 0.8. 258 سوري. يس. هاي الريجستر صح، هاي اللود. هسا اذا ملاحظين انتم اصلا اوريدي الباث هو عامله زي بالغالي هايلايت. ما استخدمته. يس عامله بال اوكي جري. طيب هسا اللود، هسا لو احنا كنا نقول هي لود شو، مثلا لود ريجستر 1 من ميموري عنوانها مثلا مش عارف شو اكس 2 مع ريجستر 3 صح هيك، راح يجمع ريجستر مع قيمه، وهذولا راح يكون بالنسبه الي عنوان، راح يروح يقرا من هذاك العنوان ويحط وين؟ في ار 1 في الميموري. ففعليا بدك تروح على بروجرام كاونتر صح؟ وراح يقرا الانستركشن، بعدين راح يجمع شغلتين ماشي، بده يجمع الريجستر مع الاميديت. ركزوا معي، بده يجمع الريجستر مع هسه بده يروح يقرا ريجسترز الاوفست. هسه في شغله بده يقرا من الريجستر بنفس الفتره، بده يجيب الاميديت جينيريشن. بما انهم الثنتين هون نفس الوقت اتوقع انا بس مش متاكد راح ياخذوا الاطول معي ولا مش معي، يعني تو اوبريشن كونكرنتلي، يا اما الاميديت جينيريشن او الريجستر، لانهم بارلل فباخذوا الاطول. بعدين راح يروح على ريجستر فايل، بعدين راح تروح على المالتيبلكسر لانه، وبعدين راح تروح على الاي ال يو، بعدين راح تروح وين؟ قبل شوي مباشر اجت على المالتيبلكسر، هسه راح اروح على الداتا ميموري بعدين ثم المالتيبلكسر، وبرجع على يكتب وبيرجع يكتب. فعليا نفس شو زادت؟ داتا ميموري بس، زادت الداتا ميموري ماشي؟ ماشي وين الماء؟ اوكي هذه ممكن شايفين صح؟ فالثلاث اوكي قلنا 30 هاي نفس الساي، 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 زادت تاني. واضح؟ مين مش فاهمها؟ كل تمام؟ تمام دكتور. نفس الاصوات بس ما حتى بالمحاضره الانفورمال ما بعرف يعني. طيب ماشي نروح على اللود على الستور ولا خلاص؟ خلاص البيانات ما دكتور وضحت الفكره يعني ما في داعي. هذا سؤال كويس. طيب هسه شو ظل ابو سمادي عندك؟ عندي 10، احنا خلصنا اول بارت من 10 10 طيب. اللي هي الكوست جاب الكوست دكتور البي ايكوال نعملها هسه الادر بالزمن مع الاي ال يو دقيقه علي برانش اوف ايكوال معناته نروح على الكتاب اوكي هاي الريجست الار تايب اللود هاي البرانش اوف ايكوال اوكي هاي برانش اوف ايكوال شو كانت مثلا برانش اوف ايكوال مثلا ريجستر 1 ريجستر 2 ليبل ماشي فهو راح يقرا الانستركشن عفوا بروجرام كاونتر انستركشن ميموري هسه راح يروح وين راح يشوف التو ريجسترز اوكي التو ريجسترز هون راح يقرا الريجستر وعلى الاميديت بس الاميديت ما راح يشتغلها ماشي راح يروح وين راح يروح هون على الباث الفوق خلينا نحكي هون راح اذا ايكوال ريجستر 1 مع ريجستر 2 راح يطلع هذا الزيرو الاوتبوت زيرو راح يكون واحد وبالتالي راح يروح على هاي عشان هيك في كان عندنا شيء اسمه سنجل جيت راح يروح على هاي هسه الاي ال يو يفترض الاي ال يو سواء الاد والاي ال يو يكونوا نفس الفتره بعد هاي راح يروح على المالتيبلكسر بعد المالتيبلكسر يجي افترض يجيهم واضحه نشوف ال واضحه واضحه اوكي فهي يفترض هيك هسه لا مثلا انا يعني خلينا نحكي انه هاي الاد
ومع الـ ALU يفترض يكونوا they are concurrent، فبالتالي بناخذ الأكبر. أوكي؟ إذا لو رحنا على الريجستر والإميديت جينيريشن نفس الإشي، الريجستر بتكون الفترة إلها أو الديلي أو الليتنسي إلها أقل من الجينيريشن. أوكي؟ بس سؤال 10. طيب سؤال 10، when processor designer consider a possible improvement to the processor database, the decision usually depend on the cost performance trade off. أسع... فعليا اذا انا حدا او كانجينير بده يعمل improvement للبروسيسور، في خلينا نحكي خيارات بين الكوست والبرفورمانس، لانه راح يدفع شيء ويحصل مقابله شيء. In the following three problems, assume that we are beginning with a data path from figure اللي هي 421 the latency from. اوكي خلينا نفرض انه data path نفسه على فرض، والليتنسي نفس اللي اخذناهم قبل شوي، ماشي. And the following cost في قبل شوي اذا لاحظتوا كان عند الانستركشن ميموري والداتا ميموري نفس الليتنسي ولا ما بعرف، صح لاحظتوها؟ نفسهم 250 على الانستركشن ميموري وهون داتا ميموري، كل واحدة شكل صارت. اوكي يعني هون شكله في تفاصيل اكثر. suppose doubling the number of general purpose register الريجستر from 32 to 64 would reduce the number of اوكي load. اوكي معناته راح اول شغله راح يعمل doubling the number of general purpose register. فعليا احنا بنعرف انه الريجستر اسرع شيء، معناته اذا doubling معناته صار راح يصير السيستم اسرع، صح؟ هاي وحده، لانه دائما الريجستر اسرع شيء لانها على نفس المكان مع السي بي يو. طيب هاي الشغله will reduce the number of load store instruction by 12%، عدد اللود والستور الموجودة اللي راح تتنفذ راح تقل ب 12%، فعليا أفضل. But increase the latency of the register file من 150 بيكو سكند ل 160 بيكو سكند، هاي disadvantage. And double the cost from the cost from 200 to 400. Okay. فبالتالي خلينا نحكي انه في حسنه دبل الريجستر، هاي اول حسنه، والحسنه الثانيه ان انستركشن اللود والستور قلن، السيئه الليتنسي زادت، والكوست انا دبل ذا كوست، انا مش عارف شو هي الكوست بالضبط هسه، متحنا هسه نشوف قلت. ففي شيء مقابل شيء. يوز ذا انستركشن ميكس فروم اكسرسايز 4-8، معناته بدي ارجع انا هون على 4-8 اشوف هون instruction mix فعليا او هون المثال حاكيني انه R type او الimmediate 52% من الانستركشن، اللود 25% من الانستركشن، الستور 11% والبرانش equal 12%. هسه انا اذا بدي اجيب لك السؤال بجيب لك السؤال بشبكه مع اسئله ثانيه، معي؟ يعني هذا السؤال احنا قاعدين فيه 10 شابك مع 4 وشابك مع 7، فبدنا نضل ننطنط بيناتهم، اذا بيجي لك اياه بتجيبوا كل شيء مع بعض. اوكي طيب هاي الانستركشن ميكس، وات از ذا سبيد اب اتشيفد باي ادينج ذس امبروفمنت. ف اوكي بدك تطلع السبيد اب بتاع 4 7 وتقارنه مع حاضر. سبيد اب اسا صلى الله عليه محمد اسع الامبروفمنت. اوكي خلينا نضل نتذكر السؤال هون، و خلينا نحكي السبيد اب. السبيد اب معناته يفترض اللي تنسي تقل، صح؟ هون شو بحكي لنا؟ ذا اديشنال ريجستر وود الاو اس تو ريموف 12% اوف ذا لود ستور. اسع اللود ستور شو كانوا؟ اللود ستور 25% و11 هاي 10 حاطة بالمئة هو حاطة 10 انا هذا اوكي هسه خلينا نحكي 25% 25% و11% اللي هي 36%، صح؟ اكتب هون خلينا نحكي 25 و11 هي عبارة عن 36%. اوكي 36% خلينا احاسب ما بعرفش، لو قلنا اللهم صل على سيدنا محمد 36% معناته
88 ضرب 36% راح تصير 32%. صح؟ فعليا هاي اللود والستور، اللود 25% والستور 11%، وهيضربها 12% لانه راحت 12، وبالتالي راح تروح ريموف اوكي راح ريموف 12 اللي هي 4% من هاي 36، فعليا قديش ضلت 32. صح؟ واضحه؟ اه مزبوط. يعني اللود والستور كانوا 36% بالاول، صاروا 32%. اوكي؟ thus the time to run an instruction اوكي هسه الوقت حتى نعمل run لان instruction would decrease from اوكي هسه 950 لا هاي ال 4% اوكي اوكي هسه فعليا ال 950 ماشي هسه في شغلي هاي في 960 لانه زاد 10 زاد ال 10 عليها ف صارت 960 اول شيء هاي بالنسبه اوكي هاي اللي هي 958 اللي هي هاي اللي نقصها اللي هي خلينا نحكي 4 هذول اللي خلينا نحكي 1 ناقص هاي هاي التوفير من اللود والستور فصارت طلعت عندي النتيجة هاي ماشي ففعليا 0.985 ال 950 هاي شو هاي 950 بدنا نرجع نشوف منين جبناها صارت اللي هي القديمة اللي هي ايش هاي 4.7 اللي هي اللهم صل محمد الكوست القديم او مش الكوست اللي هو انا 4.7 اللي هي اللي 950 طلعت للود ايوه 950 اوكي هذا احنا محلناهوش مع بعض اللي هو 9 4 9 7 عفوا 4 7 6 ال 4 7 6 what is the minimum clock period of this CPU اوكي هون احنا خل على فرض انه طلعنا اللود صح طلع شوفوا شباب طلعنا اللود وطلعنا الستور اوكي خليني ارجع للحل طب دكتور ما انت حكيت ما رح تجيب سؤال بيعتمد على السؤال فخلص سؤال 10 كله بيعتمد على سؤال 7 لا ما هو ركز معنا بجوز اجيب لك احط لك اياه يعني كلهم في نفس الصفحه ركزي بدي افهم انا مش هون انا ممكن يحطوا مع بعضه صحيح لازم انا ما حكيت نعم دكتور فهمت عليك ركزوا معي انا اذا بدي اجيب الحلينا من الانسر بدي اجيب فيه منه سؤال مكتوب اوريدي مشان اكون معكم صريح بس هسه انا بدي انتم سالتوني بدي افهمكم انا الاسئله مش كلهم حالين هسه اللو الار تايب حليناها طلعت معنا 700 بيكو صح اللو 950 الستور 905 البرانش ايكوال 770 مين الاطول مين الاطول 950 اللود 950 هسه انسى انه باي احنا مش باي انه بدك تبلش من البدايه للنهايه عفوا هون ممكن تروح هيك او ممكن الباث يعني تتذكر وهي يعني وات ايفر صح الاطول 950 فذيس از البيريود هي 950 اللي هون هسه احتاجناها بالسؤال هون ال 950 سؤال 10 زدنا عليه صح؟ اه زدنا عليه 10 من 150 ل 160 150 فايل ريجستر يس 150 ل 160 معناته هذا بدل ما كانت 900 عفوا صارت 960 بدل 950 صارت 960 واضحه؟ معناته بكل بساطه انه انا اذا بدي انفذ ان انستركشن ان انستركشن كل واحده مضروبه ب 950 شباب 10 منت راح يخلص ما بعرف مش مشكله بنشبك هسه الان راح اضربها ب 960 ولكن مضروبه بايش؟ ب انه انا انستركشن قلت لي 958 هسه هاي قديش وهاي قديش؟ هاي راح تطلع معي اللي هي 919 919 وهاي 950 معناته اذا قلت فصارت 1.3% فهيك انه يعني خلينا نحكي صار وضحت
وضحت آه. بس على 10-2 الكوست كيف طلعها؟ ما عرفت انا سؤالي. طب دقيقه شو، انا ما وصلتوش، خلينا نحله مع بعض. يلا أسأل. طيب 10-2 نرجع على السؤال. 10-2 compare the change in performance to the change in the cost. طب البيرفورمانس الجديد احسن ولا أسوأ؟ احسن. احسن. طب ما احنا قلنا فيش ببلاش، فهون السؤال كان يقول لك الكوست مع البيرفورمانس. صحيح. زدنا البيرفورمانس صار 1.3%، معناته 3% احسن. طب في اشي دفعناه او اشي خلينا نحكي كوست. اوكي؟ هسا اوكي، the cost of the original CPU is، حتى في النسخة اللي عندي 4-5 اشي كانت مكتوبة، ما اعرفش اذا حدثت النسخة على الاي ليرنينج. لا انا اكون معك صريح، انا معي فايلز اللي هو خلينا نحكي 1 بي دي اف لكل تشابتر معي، فانا النسخة معك واحدة من الصبا يعطتني اياها فعملته شير معكم. الصحون تختلف الارقام عليها ترى. هنا 4496، انا مش عارف اسامي، شوف شو هم 4496 الاوريجينال، 4696. طب ايش هي هاي الكوست؟ هون قلنا الكوست اوكي 200. طب خلينا نجمع هذولا، ما حدا معه كالكوليتر، انا بجمعهم، انا بجمعها، اللي هي 1000 زائد 200 زائد 10 زائد 100 زائد 30 زائد 2000 زائد 5 زائد 100 زائد 501. ليش هيك؟ 3946. اه مظبوط. بس مش عارف شو هم هذول للامانه. انا نفس الشيء ما عرفتش. هو كانوا بيضربوا المالتي بليكسرز او، طيب دقيقة هون اوكي but the increase the latency and double the cost from، ما انا هون انا حتى نحن نقرا السؤال يوما قال double the cost من 200 ل 400 قلت لكم انا هاي للامبروفد، هاي بعد ما صار امبروف، احنا بنحكي yes. على اللي قبل الاوريجينال زي ما كان. يس yes. انا كمحمود ال 200 مش عارف شو هي بالضبط للامانه يعني. الفايل ريجستر دكتور هاي. طب ما هو فايل ذا ريجستر فايل زاد ودبل للكوست اللاين من بدايته، عن اللي بيحكي عن الفايل ريجستر. ما هو ماشي، بس الكوست بيش قسناها هسه انا هون، هون الليتنسي اللي هو الديلي قديش بده وقت الريجستر فايل حتى يعطيني الاوتبوت، صح؟ بدل 150 صار 160. اوكي مظبوط. بس انا يوم هون قال لي دبل الكوست صاروا 200 ل 400. ايش 200 ايش؟ انا مش خاطر ببالي 200 ايش للامانه، مش كاتب. طيب مش مشكله، على فرض انه احنا فاهمينها. السحون انستراكشن اوكي، هي الارقام صح؟ ما هي شايف الادر ضربهم باثنين. شوف انا بحكي لك انه اتوقع انه كوست الهاردوير، ما انا جبنا هاردوير زياده، عندي انستراكشن ميموري واحده، ريجستر فايل واحده، تعال على الادر عندي 2، عند المالتيبلكسر 3، السنجل جيت واحده. ايوه اوكي والله جرب نجمعهم خلينا نشوف بيطلعوا صحيحات ولا لا. فاسع طيب هذا ما حال الحس اي بتحسب هسه فعليا. دكتور 4496. 4496. ايوه شايف طلعت هذا هن. اوكي هسه الريجستر بدل 200 صار 400 وبالتالي صارت 4600. هسه قسم القديم على الجديد ففعليا طلع النسبه. هسه البيرفورمانس زاد 3% والكوست كهاردوير ممكن يعني ممكن نحسبه باي مبلغ او يعني بغض النظر عن الوحده كنسبه 4.4%، فهاي انك زدت بيرفورمانس 3% والكوست زادت 4.4%. شو اسمه المانيوال اللي موجود على الاي ليرنينج الارقام هاي مخبوصه مش صحيحه، عشان هيك صار في لخبطه.
فيها خبص بالأرقام. والآن لأنه الصبية ودت لي one single file فمباشرة عشان هيك استغربت يعني. طيب يعني هيك تتوقع الأمور واضحة وطلع. واضحة يس. هذا خلصنا خلص. اللي بعده 4-15. طويل السؤال. طيب 4-15 load ظل دقيقتين رح تخلص السيشن بس مش مشكلة نرجع نفوت ما في مشكلة. طيب اوكي load is the instruction with the longest latency of the CPU ماشي هي أطول latency load ماشي if we modified load and store so that there was no offset لأنه بتتذكروا كنا نقول مثلا load ريجستر واحد من العنوان موجود بريجستر اثنين مع اوفست صح؟ بجمع الاوفست مع ريجستر اثنين بصير عندي رقم هو ادرس بروح على الميموري بهذاك الادرس بقرا وبخطه بكتبه على ريجستر 1 فهون بيقول لي انه بدنا نعدل على اللود وعلى الستور so that there was no offset هذا الرقم الاوفست ما في داعي له the address to be loaded from store to must be calculated and placed in register source واحد before calling load store somehow هاي بدو شي اياها اوكي then no instruction then would use both ALU and data memory هسه فعليا هاي الانستركشن استخدمت ال ALU عشان اجمعهم بعدين اللي النتيجه طلعت معي هي كعنوان رحت قرات من الداتا ميموري بهذاك العنوان صح would allow us to reduce the clock cycle time بالimprovement هون no offset الclock cycle رح يقل however بس أكيد يعني الclock cycle صار قليل بس في إشي لازم ندفع however it would also increase the number of instructions معناته البرنامج تاعي بدل ما بطريقة ما رح أضطر أزيد الinstruction تبعيته because many load and store would need to be replaced with load add store add ايوه معناته فعليا رح يصير انه الانستركشن كانها تقسمت جزئين مع add load مع add او store مع add ماشي ففعليا عن ايش بده يستغني انه no offset فاي ثينك انه الاميديت جينيريشن مع الاديشن هون رح يصير التريك معي السؤال what would be the new clock cycle شو راح تصير الكلوك سايكل طيب الكلوك سايكل اوكي هذا بناء على ايش استخدم هذا شكله بناء على القبليه على 4.7 اللي هو 950 اوكي هاي بدك رابط عجيب طيب the new clock cycle would be 750 ماشي ليش ALU and data memory will now run in parallel هاي معطيك السبب اوكي قرأت انا أسع اللي هو خلينا نرد عيدها load register 1 register 2 offset احنا كنا نعمل الoffset زيد r2 راح تصير مش عارف شو x1 بروح على الميموري بقرا الموجود ب x1 وبكتبها على r1 فكنا نجمع نفصل ونرجع ندخل لانه اقل من ثاني بقى حيعلي اوكي ماشي يلا سلام